السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم اخوكم محمد من اسبوع اونلاين، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الطقس. ازاي تقدر تتكلم عن الجو او الطقس في اللغه البرتغاليه؟ يلا بينا نبتدي. في البداية إذا أقول كلمة طقس أو جو في اللغة البرتغالية، تيمبو 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 تيمبو، حرف ال P بتنطقه بشفايفك، تيمبو، ما تقولش تيمبو تيمبو تيمبو. يبقى تيمبو بمعنى الطقس وهي كلمة مذكرة. فما تيجي تسأل الشخص الجو عامل إيه برا، هيبقى عامل إزاي؟ كومو ستا او تيمبو لا فورا، كومو ستا او تيمبو لا فورا. زي ما انت شايف هنا بقول كيف يكون الجو برا، كومو ستا او تيمبو لا فورا. وما تنساش وانت تقول او تيمبو تنطق حرف الامي او الام نون، كومو ستا او تيمبو لا فورا. دلوقتي انت هترد مثلا الجو برد، يعني ايه الجو برد؟ اسمعها وكررها، استا فريو استا فريو تا فريو تا فريو استا فريو. برد بمعنى ايه؟ فريو فريو. يعني ايه الجو حر؟ اسمعها وكررها، استا كالور استا كالور تا كالور. يعني حر؟ كالور كالور تا كالور استا كالور. عايز اقول الجو سخن، استا كانشي تا كانشي. يعني سخ كانشي 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 كانشي، ما تقولش كنتي، هتقول كانشي، استا كانشي. عايز اقول الجو الشمس، استا ساو تا ساو 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 استا ساو. زي ما انت شايف حرف ال في الاخر نطق واو، تا ساو. عايز اقول الدنيا بتشتي برا، هتبقى عامله ازاي؟ استا شوفيندو لا فورا استا شوفيندو لا فورا. احنا عارفين ان برا بمعنى لا فورا، يعني ايه بتشتي؟ استا شوفيندو تا شوفيندو تا شوفيندو استا شوفيندو استا شوفيندو لا فورا استا شوفيندو لا فورا. الجو حلو، está legal está legal está legal está legal está legal. زي ما انت شايف حرف ال اللي جاي في الاخر اتنطق واو، está legal está legal بمعنى الجو حلو، está legal. عايز اقول الدنيا هوا، está ventando está ventando está ventando está ventando ventando está ventando. اسأل تاني الجو عامل ايه برا، como está o tempo lá fora como está o tempo lá fora. الجو برد، está frio está frio. الجو حر، está calor está calor. الجو سخن، está quente está quente. الدنيا بتشتي برا، está chovendo lá fora está chovendo lá fora. الجو شمس، está sol está sol. الدنيا هوا، está ventando está ventando. ولو عايز تعلم كل حاجة في اللغة البرتغالية ان شاء الله، كل حاجة حرفيا كل حاجة من الصفر لغاية الاحتراف، عندك معانا طريقين. اول طريقه مجموعه شامله لتعلم اللغه البرتغاليه، وتبقى اكتر من 100 ساعه من دروس الفيديو عشان تقدر تتعلم اللغه البرتغاليه بتفاصيلها حتى الاحتراف، ومجمع اللغه البرتغاليه برضو بتفاصيل اللغه من الصفر حتى الاحتراف. الفرق المجمع مجموعه شامله ان المجمع عباره عن دروس اسبوعيه. ان شاء الله يا شباب في شهر 3 هنبتدي المجموعه الخاصه بتاعه دروس اللغه البرتغاليه، هتبقى مجموعه اونلاين وانا هبقى مسؤول عنها. لو انتوا حابين تشتركوا هسيب برضو الرابط
أسفل الفيديو. أشوفكم الدرس الجاي إن شاء الله. تشاو.